مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وصباح الخير عليكم جميعا. لو أني أعرف كيف يزف الخاطر حرف الضوء ليخرج من أقبية الحاضر بعض وضوء، على مصلاة نقاء الروح يصلي الفجر ويسكب فينا فيض هدوء، يرسم صبحا دون عناء دون غثاء، يرسل جند طيور الحب لتقلق كل دروب السوء. تحايا المحبة وتحايا الجمال لكم مشاهدينا في كل مكان، لوحة صباحية جديدة تجمعنا، نتمناها دائما بخطوط وألوان الجمال والإبداع، وتمنى دائما أن يكون صباح السبت بداية موفقة ليوم موفق وأسبوع موفق للجميع. صباحكم خير. كيف يخلي عيون طفولة ما غايب عليك، هذا بيت سكاهر جيلو في معاه.
كنا فرقت نحن فيها الأيام فيها كنا ليال أمانة من شغل أيام فيها أمام ما كنت واعتذر أخاي تنتبه انتبه أمام صورتك الخيب عليها